From MTV Alive. يسعد صباحكم مشاهدينا، تحية كبيرة مني ومن فريق MTV Alive لإلكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان والعالم، ومنتمنى قديس مبارك لكل اللي تابعوا معنا قديس يوم الرب. بهالنهار كلنا منرجع فيه لزيتنا ومنقدم لربنا صلاة الشكر على كل النعم اللي عايشين فيها. يمكن ضغوط الحياة اليومية، الوضع الاقتصادي ومسؤولياتنا بتشكل هموم لإلنا، وأكيد كل واحد منا عنده مشاكله، ولما منلتقي دايما منحب نشكي لبعض ونفش خلقنا. ولكن بنفس الوقت مشاهدينا، في كتير اشياء بالحياه هي تعتبر نعم لازم نشوفها ونقدرها بحياتنا، وقد ما تشتد المصاعب دائما في امل. ولما انا بلاقي حالي شوي غرقانه بهمومي، دائما بتذكر حكمه يونانيه تعلمتها خلال احدى زياراتي على اليونان، وهالحكمه بتقول: كنت ابكي لاني عم بمشي حافي، ولكن لما شفت رجل بلا قدمين توقفت عن البكي. قد ما اشتدت المصاعب مشاهدينا دائما في امل، ونحن اكيد بنتامل انه تتابعوا معنا حلقتنا اليوم لانه مخصصه لمختلف ازواجكم. رح ناخذ وقفه قصيره، ومن بعدها اكيد رح نرفقكم مع مجموعه من احلى الفقرات، منها فقرات تعودتوا عليها خلال نهار الاحد، فقرات فنيه، فقرات بتتعلق بمحبي فن الطبخ وكثير غيرها. واليوم ضيفنا رح يكون المخرج فيليب عرقتنجي، اللي رح يخبرنا عن اخر عمل له، فيلم اسمعي. رح ناخد هلأ وقفة قصيرة مشاهدينا، ومبدأ حلقتنا، خليكم برفقتنا.